متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير طبعا إلى وجود كميات كبيرة من السحب والغيوم الركامية الرعدية التي كانت ممطرة في بعض المناطق في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، وصلت إلى الأجزاء الشرقية من حفر الباطن ودخلت إلى دولة الكويت، وأيضا هناك كما نلاحظ بعض السحب والغيوم في المناطق المتاخمة للعاصمة الرياض تحديدا المناطق الشمالية، منها بعض السحب المتفرقة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة. بعض من هذه السحب كان مصحوبا برياح هابطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية. فيما إذا ذهبنا إلى خرائط توقعات النموذج الحاسوبية لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، فإننا نجد أن فرص الأمطار تبقى قائمة في ساعات ليلة السبت على الأحد بالقرب من العاصمة الرياض والمنطقة الشمالية الشرقية من المملكة، حتى أنه في ساعات صباح يوم غد تبقى هذه الفرصة موجودة تقريبا في المنطقتين ما بين القصيم والعاصمة الرياض والمناطق الجنوبية الشرقية من حفر الباطن والمناطق الساحلية المتاخمة لدولة الكويت. هذه المناطق هناك فرص لأن تشهد سحبا ركامية رعدية ممطرة تسبق بنشاط في سرعة الرياح، وبالتالي تكون الأجواء بها مغبرة. حتى خلال ساعات نهار يوم الأحد تبقى فرص الأمطار قائمة في هذه المناطق، زخات محلية رعدية من الأمطار متوقعة في المناطق الجنوبية على المرتفعات الجبلية بشكل متفرق ومتباعد بين منطقة إلى أخرى. أيضا تجدر الإشارة بأن غدا هناك فرصة لأمطار بعد انقطاع طويل جدا على مناطق قريبة من الإمارات وسلطنة عمان والمرتفعات وسلسلة جبال الحجر. مساء يوم الأحد تبقى فرص الأمطار قائمة، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية المناطق المتاخمة للسواحل الخليج العربي في شرق المملكة على موعد مع فرص لزخات رعدية من الأمطار قد تكون مسبوقة بنشاط في سرعة الرياح بشكل عام خلال ساعات مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين بشكل عام. يوم الاثنين نهارا تتحسن فرص هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة مرة أخرى إلى توقعات الهطولات المطرية يوم الأحد في ساعات المساء وبالتزامن مع تحري هلال شهر رمضان المبارك، نجد أن المناطق تقريبا الشمالية الشرقية المناطق الوسطى إضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم يتوقع أن تغطي السماء وبالتالي تحجب إمكانية رؤية هلال شهر رمضان المبارك مع ساعات مساء يوم غد الأحد، بالرغم طبعا أنه أصلا وبالأصل فإن موعد غروب القمر ليوم غد يسبق الشمس وبالتالي هناك استحالة فلكية علمية لرؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد، ولكن الظروف الجوية أيضا لا تساعد بسبب انتشار السحب والغيوم في أغلب هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. حتى يوم الاثنين هناك انتشار كبير للسحب في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. نعود إلى الأحوال الجوية، متوقع هذه الليلة في العاصمة الرياض هناك احتمال لأن تشهد بعضا من الزخات المحلية من الأمطار التي قد يصحبها الرعد. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 24 درجة مئوية، قد تزداد نسبة الأتربة والرمال بسبب نشاط سرعة الرياح في بعض المناطق المحيطة بالعاصمة بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، هناك المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة المتوقع. يوم الأحد 39 درجة مئوية في ساعات النهار، الأجواء حارة جدا في العاصمة الرياض مع ظهور كميات كبيرة من السحب وتبقى فرص بعض الأمطار موجودة. في ساعات الليل الأجواء قد تكون مغبرة بعض الشيء، درجة الحرارة 21 درجة مئوية، هناك تراجع قليل في درجات حرارة في ساعات الليل، انخفاض على درجات حرارة يوم الاثنين 37 درجة مئوية في ساعات النهار والأجواء بعض الشيء مغبرة، تظهر كميات من السحب والغيوم وتبقى فرص هطول الأمطار قائمة. في ساعات الليل 21 درجة مئوية وأيضا تبقى فرص هطول الأمطار التي قد تكون رعدية أيضا قائمة. ترتفع درجة حرارة يوم الثلاثاء إلى 40 درجة مئوية في العاصمة الرياض والأجواء حارة للغاية في ساعات النهار، والصغرى 23 درجة مئوية مع تكاثر للسحب والغيوم في ساعات المساء والليل يوم الثلاثاء واشتداد في رقعة حالة عدم الاستقرار الجوي وفرص أمطار رعدية أيضا قائمة في العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. توقعات درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة نستعرضها سوية، في عرعر 23-12، في سكاك 22-14، وفي تبوك 25-12 درجة مئوية مع أجواء مستقرة. في مكة المكرمة 34-21 مع أجواء مغبرة بعض الشيء، 28-22 في جدة، 33-19 في المدينة المنورة، و 27-18 درجة مئوية في الطائف. مرتفعات جنوب غرب المملكة تكون على النحو التالي: في أبها 25-16، في الباحة 22-15، وفي جازان من 33-25 درجة مئوية.
انتقالا الى المناطق الشرقيه في الاحساء 40 درجه مئويه في ساعات النهار والصغرى 21 درجه مئويه، في الدمام من 32 الى 20 مع ظهور كميات من السحب والغيوم، فرص لبعض الامطار في حفر الباطن من 32 الى 19 درجه مئويه. في اواسط المملكه تكون في العاصمه الرياض من 39 الى 21 مع فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار، 31 إلى 19 درجة مئوية في بريدة مع ظهور لكميات من السحب والغيوم، طبعا هناك فرص لأمطار في جنوب القصيم، و26 إلى 14 درجة مئوية في حائل، والأجواء مشمسة ربيعية لطيفة في تلك المناطق. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.